السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد في درس المتابعة الزمنية للتحول الكيميائي. جبنا تمرين يخص مراجعة بكالوريا 2021. تابع معي نص تمرين. يقول تمرين لمتابعة التحول الكيميائي البطيء والتام الحادث بين حمض كلور الماء H3O بلس بلس Cl- وكربونات الكالسيوم CaCO3 المنمذج بمعادلة التفاعل التالية CaCO3 بلس 2H3O بلس تعطينا Ca2 بلس بلس CO2 بلس 3H2O. نضيف عند T إيكال 0 حجما V1 إيكال 100 ملليلتر من محلول حمض كلور الماء تركيزه المولي C1 إلى حوجلة عيارية تحتوي كتلة M0 من كربونات الكالسيوم الصلبة. الدراسة التجريبية باستعمال برنامج مناسب تمكننا من رسم كل من البيانين N CaCO3 تساوي F2X و N H3O بلس تساوي G2X كما هو موضح في الشكل 4، كما أنها مكنتنا من رسم بيان تغيرات كمية مادة غاز ثنائي أكسيد الكربون NCO2 بدا الزمنتين موضح في الشكل 5، هما الشكلين 3 4 و 5. ها هو الشكل 4 يمثل تغيرات كل من NCaCO3 و NO+ كل واحد بدالة تقدم X، والشكل 5 يمثل تغيرات NCO2 بدالة زمن T. تبع معي الأسئلة. أولا ألف عين المتفاعل المحيط واستنتج قيمة التقدم الأعظمي Xmax. أضرب بقراءة بيانية بسيطة جدا. أكتب معي هنا هذا N تاع CaCO3 و H3O+ اللي هما المتفاعلين. المتفاعل المحيط هو المتفاعل اللي ينعدم، سيتادير فلافا ما تبقى لهش كمية مادة. رماركي معايا مليح باللي هنا كي تشوف هذا الرمز، هذا الرمز هذا اللي داير هاك، هنا معناتها نهاية البيان، نهاية البيان. او تشوف هنا كمل البيان تاع CaCO3، هنا كمل البيان تاع H3O+. الوغ تشوف بلي بيان H3O+ كرا كامل راه كامل عند الزيرو، معناتها هذا كمية المادة تاعه انعدمت، معناتها H3O+ كمية المادة تاعه انعدمت، معناتها هو المتفاعل المحيد، المتفاعل المحيد هي شوارد H3O+ أي الهيدرونيوم، الهيدرونيوم، الهيدرونيوم. H3O+ متفاعل محيط. شو قال لك تاني لي؟ التقدم الأعظمي Xmax. Xmax يعطي هنا نهاية البيان في زوج. أكتشوف اللي في زوج كملوا عن نفس الموضع تاع X، معناتها 1 2 3 4 5 مليمول. Xmax من نهاية البيان، ولا قد نقول البيانين NCaCO3 تساوي F2X و NH3O+ تساوي F2X ولا G2X باش نديرو الاختلاف كما هم دايرين هما، عفوا G2X، نجد Xmax تساوي تعقلنا 5 مليمول. هنا عبادي سهل التمرين نورمالمون غير من قراءة بيانية نخرجوا الإجابة. السؤال الأول، سؤال زوج قال لك أنشئ جدول تقدم التفاعل، أنشئ جدول تقدم التفاعل، معناتها عنده المعادلة تاع التفاعل، جدول تقدم التفاعل، ديروه مع بعض، هاي معادلة التفاعل، إذن جدول التقدم. نديرو بلي هذا عندك كمية مادة ابتدائية، عندنا حالة ابتدائية، حالة انتقالية، حالة نهائية، عند T إيكال زيرو، T إيكال T، T إيكال T فينال. هادو راكم موالفينهم نورمالمون، لي ماشي عمرنا دايرين فيديو حول درس
المتابعة الزمنية فيها جدول تقدم. الله، هنا عندنا N1، هنا عندنا N2، هنا 0 0 ما تقدره بوفرة، هنا معليش نديرو 0. N1 ناقص X، N2 ناقص 2X، X X 3X. N1 عفوا نهودو التحت. N1 ناقص X final، N2 ناقص 2X final، X final, X final, 3X final. Voilà, alors, مع ملاحظة بسيطة نكتبو لهم بلي حيث N1 هذي توجو كتبوها تعلمو تكتبوها. N1 هي كمية المادة تاع CA CO3 الابتدائية، و N2 هي كمية المادة تاع H3O بلوس الابتدائية. هذي توجو تعلمو تكتبوها في جدول التقدم باش تقولوا لهم الرموز تاعكم شي مثلو، معناتها الان شكون والدو شكون. نشوفو السؤال اللي بعده اش راه يقول. بعد جدول التقدم احسب قيمة كل من M0 و C1. M0 و C1، الو M0 هي كتلة كربونات كالسيوم، ورانا نشوفو بلي كمية المادة تاع كربونات الكالسيوم الابتدائية هايلة، كمية المادة من البيان. M0 حساب M0 كمية مادة كربونات الكالسيوم الابتدائية من البيان N1 تساوي شحال قلنا؟ عندنا 5 10 15 20 مليمول، 20 مليمول عفوا 20 مليمول. بيان، لو نورمالمون باش نخرجو كتلة عندنا N1 تساوي M0 اللي راه باغينا نحسبوها على غروند M، معناتها نخرجو M0 تاعنا تساوي N1 فوا غروند M. M0 تساوي N1 غرون تام تاعنا، يا إما هما عاطينها لنا شحال تسوى يا إما نحسبوها. غرون تام تاع سي أ سي أو 3 هي 100 غرام بار مول، 100 غرام بار مول، معناتها N1 هي 20 ملي مول حول المول دي سبيسونس موان 3 ملي مضروبة في 100 غرام بار مول. 100 تساوي عندنا 2000 ديفيزي بار 1000 صافي 2 غرام. هذه كتلة كربونات كالسيوم الابتدائية. دروك نحسبو C1، حساب C1 باش نحسبو C1 نجو هنا ديريكتومون. كمية المادة تاع H3O بلس الابتدائية هي 5 10، دائما من البيان نجد N2 تساوي 10 مليمول. سايدرو كي نكتبو لهم N2 راهم عارفينها شاية N2، لأن في جدول تقدم رانا كاتبين لهم بلي N2 هي N H3O بلس الابتدائية. هاكاك باش تكونو عارفين ناش رانا نديرو. نعلم أن قانون سهل اللي هو N تساوي CV، معناتها N2 تساوي C1V1، معناتها نجبدو C1 تاعنا تساوي N2 سور V1. ما يخلعوكمش نوامر، باسكو نورمالمون الواحد اللي يكون ميتريزي سي بون، ما عندهاش مشكلة مع الدول 1 و 0، ماشي بروبلام. صاير راك عارف راك كاع شراك دير. N2 تاعك هي 10 ملي مول، و V1 تاعك عطاها لك في نص التمرين شحال تسوى وليلها. V1 هي 100 مليليتر، V1 هي 100 مليليتر. الوغ ملي مع ملي غادي يطيرو، تبقى لك 10/100 صافي 0.1 مول بار لتر. فوالا تركيز C1 خرجناه. شايقول السؤال اللي بعده، جد قيمة كتلة كربونات الكالسيوم متفائلة عند نهاية التفاعل. المتفائلة، تبع مليح نص السؤال شرا يقول. جد قيمة كتلة كربونات الكالسيوم المتفائلة، ما قالكش المتبقية، قالك المتفائلة عند نهاية التفاعل. اي كنت ماركي مليح هنا، راك تشوف وين يكمل، راك تشوف وين يكمل، يكمل عند 5 10 15. معناتها
NCaCO3 في الفينال باقية 15 ميلي مول. ما انتهاش على تفاعلت N متفاعلة تساوي N ابتدائية اللي هي سميناها N1 ناقص NCaCO3 فينال والتي تساوي 20 ميلي مول ناقص 15 ميلي مول والتي تساوي 5 ميلي مول. فوالا 5 ميلي مول. هذه كمية المادة باش نردوها كتلة سهلة. N متفاعلة تساوي بوتيت M متفاعلة على غروند M. متجوش ديرو غروند M متفاعلة باسكو غروند M ما تبدلش. ألور M متفاعلة تساوي N متفاعلة مضروبة في غروند M تاع سي أ سي أو 3. شحال قلنا M N متفاعلة هي 5 ملي مول محولة المول دي سبيسو موان 3 مضروبة في غروند M اللي هي 100 والتي تساوي 0.5 غرام. معناتها تفاعلت 0.5 غرام. وكان كاين دي بوسيبيتي واحد اخرين باش نجاوبو على هاد السؤال. السؤال اللي بعدها شيقول احسب حجم الغاز المنطلق عند تي ايغال 75 سكوند في شرطي التجربة من ضغط بي ايغال 1 اتموسفير ودرجة حرارة تيتا ايغال 25 دوغري سلسيوس. عطاك في مولار تساوي 24 لتر بار مول. تري بيان. احسب حجم الغاز المنطلق عند تي ايغال 75 سكوند. انجو نشوفو هنايا لا كان 75 سكوند راح تبان 25 سكوند 75 سكوند 75 سكوند هاي لا كنديرو اسقاط على البيان هاولا اسقاط تاعنا على البيان تاعو في هاد النقطة نهودو على محور كمية المادة توصلنا هنا. اتبع معايا مليح. هنا عندك 0.75 هنا 1.5 صافي دير ديراكتومون 0.75 مضروبة في شحال المخانة وحدة زوج ثلاثة ثلاثة ونص مضروبة في ثلاثة ونص والتي تساوي بيان. نحسبو شحال عندنا كمية المادة تاع NCO2 تساوي نروح نرجعوها NCO2 في اللحظة 75 سكوند حساب حجم CO2 المنطلق عند T إيكال 75 سكوند. NCO2 عند اللحظة 75 سكوند من البيان alors نحسبوها rapidement. On a 2,625 millimoles. Voilà comme il m'a dit. Donc on a le canon. L'ADN, le canon, il dit NCO2, tout ça, oui, VCO2, V gaz à la V molaire. On a rajouté VCO2. Alors, on a NCO2 à la 75 secondes. تساوي VCO2 في اللحظة 75 سكوند على في M اللي ما يتغيرش. VCO2 في اللحظة 75 سكوند تساوي NCO2 في اللحظة 75 سكوند مضروبة في V مولار والتي تساوي NCO2 قلنا 2,625 مضروبة في V مولار اللي عطاوها لنا 20 24 ولا 25 24 لتر بار مول 24 لتر بار مول. الله هذه سما اللي قمنا نحولوها هذه ها بالميلي مول هذه ها بالميلي مول اللي قمنا نحولوها المول مضروبة في 10 بيسو موان 3 مضروبة في 24 الله فوا 24 ديفيزي بار ميل تعطينا 0.063 لتر والتي تساوي 63 ميلي لتر. هذا حجم CO2 المنطلق. فوالا فقال لك سؤالي بعده بين أن عبارة السرعة الحجمية للتفاعل تكتب من الشكل V فوليوميك تساوي 1 sur V1 dNCO2 على dt. سؤال سهل جدا. عبارة السرعة الحجمية أدر سؤال سهل جدا كي تكون متريزي لعبارة السرعات. قانون السرعة الحجمية للتفاعل
égale V volumique tout ça oui 1 sur Vs حجم محلول اللي هو V1 dx à la dt. هذا هو عبارة الصورة الحجمية للتفاعل. هو راه باغيها بدلالة ان سي او 2 ثم نروحو لجدول التقدم ونقرو سي او 2 ان سي او 2 من جدول التقدم كنترول ترماركي مليح ان سي او 2 في اللحظات تساوي اللي ما يعرفش يقرا جدول التقدم رانا دايرين فيديو سبيسيال قراءة جدول التقدم مادا بيك تروح تتبعها ان سي او 2 في اللحظة t تساوي x تساوي x معناتها ديريكتومون تساوي x بيان انظر معناتها لو كان نقلبو هادي نشتقو الطرفين جينا دي ان سي او 2 في اللحظة t على دي تي تساوي دي x على دي تي متغير نديرو له دي متغير نديرو له دي على دي تي دونك في بلاصت dx على dt تقطعوض dn co2 على dt تحطها هنا وتجيك v فوليوميك تساوي 1 sur v1 dn co2 على dt فوالا عبارة السرعة الحجمية للتفاعل سؤال سهل جدا ثم احسب قيمتها عند اللحظة t equal 0 قيمتها عند t equal 0 رانا ديجا دايرين راهم راسمين المماس كنولو نفيريفو كاين مماس ها ولا ندو من الناس الجنقط باش نحسبو الميل حنا نبغو نخدمو بالميل تاع الجنقط دو بريفيرونس كاين اللي يبغو يخدمو بطونجونت طونجونت حنا مخلينها ميكانيك نيوتن بون تبع معايا هادي نقطة مليحة اللي فيها 25 سيكونت 75 مع هاد النقطة هادي شحال فيها 0.75 فوا 1 2 3 4 5 5 فوا 0.75 5 فوا 0.75 إذا عطينا 3.75 إحداثية هي 3.75 مع 75 3.75 ألو نديرو فرق لي زيكراك على فرق لي زيكس لي هي 3.75 موان 0 ألو على 75-0 واللي تعطينا الريزولتا 3.75 ديفيزي بوار 75 والتي تساوي 0.05 شو ما تنساش الوحدات تنساش الوحدات بسكو ليزيكس راهم بالسكوند ليزيكراك راهم بالمليمول ما تنساهاش هادي ليزيكس راهم بالسكوند ثم راها مليمول par seconde معناتها مليمول سكوند موانزا نعوضوها في العبارة تاع السرعة في فوليوميك في اللحظة 0 تساوي 1 sur V1 V1 تاعنا اللي هي 100 مليليتر مضروبة في الميل اللي هو 0.05 لأن هذا dN CO2 على dt هو الميل الوغ هنا رانا بالميلي مول بار سكوند وهنا رانا بالميلي لتر ملي مع ملي تيرو تبقى لنا في فوليوميك في اللحظة 0 تساوي 0.05 فوا 1 سور 100 معناتها 5 فوا 10 بيسونس موان 4 مول لتر موان 1 سكوند موان 1 فوالا في 0 شحال تعطينا السؤال اللي بعدها شي يقول بين أن سرعة التفاعل V دو تي تكتب من الشكل سرعة التفاعل V دو تي تكتب من الشكل V دو تي يقال موان أن دومي دي أن أش تروا بلس على دي تي بيان سرعة التفاعل سرعة التفاعل V تساوي دي إكس على دي تي هنا ما كانش حجمية معناتها يطير أن سور في أس هنا في سرعة التفاعل راه باغيها بالاش 3 بلس معناتها نروحو نقرو اش 3 بلس من جدول التقدم ان اش 3 بلس في اللحظة تي تساوي ان اش 3 بلس رانا مسمينها ان 2 موان شحال عندها معامل ستوكيومتري موان 2 اكس ان 2 موان 2 اكس عفوا ان 2 موان 2 اكس
الوغ راح نخرجوا ال x شي سوا من هذه العبارة. جينا 2x تساوي n2 ناقص n h3 بلس في اللحظة t ونقص مو كل شيء على زوج تعطينا x تساوي n2 sur 2 موان n h3 بلس في اللحظة t sur 2. الوغ بالاشتقاق نجد تبع معايا مليح n2 sur 2 n2 تابت 2 تابت دونك اشتقاق تاعهم يمد 0 موان تابت ل 1 هنا راه كاين 1 راكم تشوفوا فيه 1 sur 2 ثم غادي كي نشتقوها v تساوي موان 1 دومي موان 1 دومي dn h3 بلس على dt. الوغ اشتقاق هنايا كنا عطيناكم هاد لوبسيون سامبل في الدرس تقدروا تبعوها. يقولوا بلي مولي تخرج اكس وحده كتب بالاشتقاق نجد عاود تكتب قانون السرعة في تساوي دي اكس على دي تي ياك دي اكس على دي تي انت راك مخرج الاكس. الوغ جمع التوابيت غير ما كان لا تشوف فيهم باسكو هادو غادي ما يقعدوش هادو غادي يروحو. دونك شوفنا غير لي راهم باغيينه هما راهم باغيين ان اش 3 او بلس دير له دي دي ان اش 3 او بلس على دي تي هاي لا دي ان اش 3 او بلس دي ان اش 3 او بلس على دي تي واللي راه لاصق فيه اللي راه لاصق فيه معناتها مضروب ولا مقسوم عليه موان سور 2 ما تقدش دير موان سور 2 دير موان 1 سور 2 تكتبها في البلاصه اللي خليته خاوي هنا موان 1 سور دو. هذه لوبسيون اللي مديناها لكم في الدرس رانا دايرينها في فيديو تاع السرعات تبعوا فيديو تاع السرعات غادي تفهمها بيان هذه بيان رانا دايرينها بالتفصيل. فوالا عبارة السرعة اللي هم باغيينها هما مو ان سور دو دي ان اش ترو بلوس على دي تي. بعد قال لك استنتج قيمة سرعة الاختفاء لشواذ الهيدرونيوم اش ترو بلوس عند اللحظة تي ايكال زيرو عند اللحظة تي ايكال زيرو تبع معايا مليح هنا كي غادي نخدموها باسكو قال لك استنتج هنا كون تروح تعاود تحسب الميل وكاع ما درت والو ما راكش تستنتج راك تعاود تحسب فيها. دونك حنا اش نقولوا بلي كاين اوبسيون غادي تبعها وغادي نخدموا بها السؤال استنتج قيمه سرعه الاختفاء لشواذ الهيدرونيوم على بها خطرات شت تحسب راك مجاوب نيشان بعد تخرج ما يعطوكش لا نوت ما تعطوكش لا نوت باسكو تو سامبلومون محترم السؤال ما استنتجتش عاود حسبت من جديد ما كانش منها هذه. استنتج قيمة سرعة الاختفاء معناتها غادي تستنتجها انطلاقا من هاد القيمة اللي حسبتها هنا غتبقى معايا اش غادي دير راك حاسب سرعة حجمية للتفاعل معناتها في فوليميك اللي تسوى 1 سور في اس في 1 دي اكس على دي تي راك عارف انت بلي سرعة التفاعل في تساوي دي اكس على دي تي معناتها اون فري هادي تقد تجي هنا وتعطينا في فوليميك تساوي 1 سور في 1 فوا في سرعة التفاعل هادي سرعة التفاعل وهادي السرعة الحجمية للتفاعل. وش راك مبين شوية هاكا راك مبين بلي في سرعة التفاعل تساوي موان 1 دومي تي ان اش 3 بلس على دي تي. هنا دروك راه بقيت لك غير حاجه وحده تعرفها راه باقي لك تعرف بلي سرعه اختفاء اش 3 بلس واش هي في اش 3 بلس تساوي موان دي ان اش 3 بلس على دي تي سرعه الاختفاء اللي تكون تعرف كاع السرعات سرعه التشكل سرعه اختفاء سرعه التفاعل الحجميات معناتها موان دي ان اش 3 او بلس على دي تي تبع معايا مليح موان دي ان اش 3 او بلس على دي تي هادي واش هي هادي في اش 3 او بلس معناتها سرعه اختفاء اش 3 او بلس معناتها نقد نكتب بلي في تساوي راه غادي نقلع موان دي ان اش 3 او بلس على دي تي ونحط في اش 3 او بلس مضروبه في النص معناتها النص في اش 3 او بلس تبع معايا مليح رانا نديرو في حاجة مراناش نديرو في حاجة بيزار رانا نديرو رانا نسيو نجاوبو عليها بأبسط طريقة تبع معايا مليح ألور في هادي اللي راك تشوف فيها هنا
هي هذه. ثم تقد هذه تجي تعوضها هنا، تجيك في فوليوميك تساوي 1 سور في 1 مضروبة في في اللي هي 1 دومي في اش 3 او بلس. وانت اون فري راك باغي هذه، يخرجها من هذه المعادلة، ومنه في اش 3 او بلس تساوي تساوي 2 في 1 في فوليوميك 2 في 1 عفوا 2 في 1 في فوليوميك ولا تي تساوي 2 في 1 في 1 هي 100 مليلتر حول الديسبيسون من 3 تحويل الليتر في فوليوميك اللي لعبناها قبيله اش عرفيناها في فوليوميك 5 10 موان 4 5 10 موان 4 تري بيان. الوغ كون نولو الوحدات دو مع النيميرو ما عندهاش وحده، هذه بالليتر و في فوليوميك راها بالمول، ليتر موان 1 سكوند موان 1. الوغ الليتر مع الليتر موان 1 يطيرو، تبقى لك مول سكوند موان 1. 2 فوا 5 صافي 10، 10 مع 100 صافي 1000، تروح مع 10 موان 3 صافي تبقى غير 10 بيسونس موان 4 في اش 3 بلس تساوي 10 بيسونس موان 4 مول سكوند موان 1. Voilà, je vais obtenir ça. Je ne comprends pas bien. Et voilà la partie à la carte bien sur la carte. Arif, Zaman, Nestafel, T1 demi, tout moi j'ai de climata. Zaman, Nestafel, sous Alzheim. Zaman, Nestafel, T1 demi, les hoa, Zaman, Al-Lazim, des boulours. تقدم التفاعل نصف تقدمه الأعظمي أو ما يسمى بالنهائي، ويعطى بالعلاقة هذه ماذا بينا نفكركم بها بالعلاقة شناب اللي بزاف يديروا أخطاء يكتبوا تي أن دومي تساوي إكس ماكس سور دو فو، هذه فو خطأ خطأ باسكو الزمن لا يساوي كمية مادة. إكس في اللحظة تي أن دومي x تقدم في اللحظة تي ان دومي تساوي x ماكس سور دو، هادي جوست. جيت قيمته او مي غادي يخرجوه، كاين لي بار اكزومبل يبان له يجي يخرجه من هذا البيان، هذا ما يعطيكش كاع تي ان دومي لانه لا يحتوي على الزمن. هنا عندك x وهنا n، هذا هو البيان اللي غادي يعطيك تي ان دومي. تري بيان، اش غادي نديرو؟ غادي تو سامبلومون نطبقوا العلاقة على كمية المادة تاع CO2. alors n CO2 في اللحظة T تساوي X، احنا مخرجينها قبيل، معناتها n CO2 في اللحظة T 1 دومي تساوي X في اللحظة T 1 دومي، ولا T تساوي X max sur 2. X max انا ديجا مخرجينها في سؤال كاع قبيل، انا لقينها 5 مليمول، 5 ديفيزي بار 2 ولا T تساوي 2.5 مليمول بالإسقاط على البيان N CO2 يساوي F2T، ثم على محور الأزمنة هكا تكتبوا لها، هكا تكتبوا لها، هذه اللي تدي بها لانوت الطريقة اللي راكم تبعها T1 دومي يساوي T1 دومي يساوي نديروا الإسقاط 2.5 قلنا 2.5 divisé par 0.75 باش نشوفوا واش عندنا مكارو، عندنا تقريبا 3.33، واحدة زوج ثلاثة بون 3.33 معناتها رانا هنا ديرو اسقاط على البيان ثم على محور الأزمنة نقو تي ان دومي تاعنا 25 سكوند. هنا عندنا 2 4 6 7 7.5 7.5 25 سما 25 ديفيزي بار 10 باش نلقو الكارو واحد صغير هنا شحال يسوى، صافي يسوى 2.5 مضروبة في شحال قلنا كاين 7 7.5
تعطينا 18.75 plus 50 باش نخرجوها بضبطيه 68.75 نقدر نديرو 68 سكوند 68 سكوند تي ان دومي تو سيرفي 68 سكوند او كيما هنايا كاين لي دير 68 كاين لي دير 70 كاين لي دير 69 ماكش مطالب باش تخرج له الضبط. نشوفو السؤال اللي بعده شيقول نعيد نفس التجربة السابقة وفي نفس شرطي التجربة ولكن بإضافة حجم من الماء المقطر قدره VH2O إيكال 80 ملليلتر الوسط التفاعلي عند T إيكال 0. حدد العامل الحركي المدروس. العامل المدروس راه واضح لأن زاد الماء المقطر معناتها صرا اختلال في التراكيز، معناتها العامل الحركي المدروس هو التراكيز الابتدائية للمتفاعلات لأن التمديد يؤثر على التراكيز. سي بون ما تحاولش تزيد أكثر. ما هو تأثيره على سرعة التفاعل؟ فسر ذلك مجهريا. سؤال بسيط جدا. تأثيره كلما مددنا كلما كانت كلما نقصت سرعة التفاعل لأن عدد التصادمات بين المتفاعلات تنقص. غادي نفهموك هنا كي يكون مركز عملا نقولو الجسيمات تاع المتفاعلات هما هذا مركز وفي الممدد شوف شي يولو وحده هنا معناتها يتباعدوا ثم التصادمات هنا التصادمات أكبر من التصادمات هنا التصادمات أقل ممدد. كنت بغيت ديروا له رسم تخطيطي باش يفهم. عدد التصادمات بين المتفاعلات تنقص معناه تنقص سرعة التفاعل الابتدائية. وهذا سؤال بسيط جدا. حدد نقطة 1 أو 2 التي يمر عليها منحنى بياني N بريم CO2 تساوي H2T في هذه الحالة. نشوف مدام التفاعل ثم من يكون مركز يكون أسرع من من يكون ممدد. أسرع معناتها تي أن دومي تاعه قليل أو تي أن دومي تاعك. شوف معايا مليح البيان لو كان يفوت على هاد النقطة معناتها غادي يدير هاك. تبع مليح وبيان كان يفوت على هاد النقطة معناتها غادي يدير هاك. بون ها مانيش فوت نيشان مي بون غادي يدير هاك. هنا اللي نقارنو به نقارنو تي ان دومي باسكو تي ان دومي واحد من الفوائد تاعها هو معرفة ولا ترتيب تفاعلات من حيث السرعة. ترتيب التفاعلات من حيث السرعة واحدة من فوائد تاع تي ان دومي. ترتيب تفاعلات من حيث السرعة واحدة من فوائد تي ان دومي. الوغ كان يفوت على البيان دو تي ان دومي تاعها شحال غادي يكون كبير ولا صغير على الاول. تبع مليح تي ان دومي تاعنا وقيلا هنا هاولا كون نسقطوه نهودو نلقو تي ان دومي كبير على الاول باسكو الاول هاولا تي ان دومي الاول نلقوه كبير ولو كان تبعو الزوج نلقوه صغير. الوغ كي نديرو تمديد معناتها التفاعل يولي أبطأ
يولي ابطا، معناتها تي ان دومي تاعنا يولي اكبر. كلما مددنا اصبح التفاعل ابطا، معناه تي ان دومي بريم كبير على تي ان دومي الاول، اي البيان ان بريم CO2 تساوي F2T يمر على واش من نقطة؟ لا ما عرفش تجاوب دروك، انت ما فهمتش. يمر على النقطة 2، يمر على النقطة 2. ولا ما فهمتش خلونا في التعليقات، رانا ندير لكم تمرين سبيسيال يهدر على البيان وين يفوت على النقطة 1 ولا النقطة 2 عندما نغير من خصائص التجربة. انتهى التمرين، غادي التمرين الجاي ان شاء الله يكون فيه تحولات نووية. ماذا بكم تعاونونا بشوية بارتاج، عاونونا باش تعمل فائدة للجميع. نتلاقوا في فيديو الجاي بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.